يعني بمناسبة الإنجازات ما فيش شك نجمنا الكبير محمد صلاح وإنجاز أوروبي جديد. يعني ما دام جبنا سيرة الإنجازات والفخر، أكيد محمد صلاح كل أسبوع بيضيف لإنجازاته الشخصية وفخر لينا كلنا. الفرعون المصري محمد صلاح الحقيقة أصبح أكتر لاعب بيسجل أهداف على الصعيد الأوروبي مع فريق إنجليزي، وده بيعادل إنجاز طبعا الأسطورة الفرنسية تيري هنري طبعا مع فريق الأرسنال الإنجليزي. محمد صلاح الحقيقة شارك في مباراة طبعا اليوروبا ليج في فوز ليفربول على لاسيك لينز النمساوي امبارح في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف طبعا في فوز ليفربول وكام باك رائع من ليفربول بعد تأخره ب1-0 بيرجع ويفوز 3-1. الحقيقة محمد صلاح يعني وصل ل 42 هدف في البطولات الأوروبية مع ليفربول، رقم كبير جدا وهو أكبر عدد من الأهداف الحقيقة لأي لاعب مع نادي إنجليزي، بيتساوى أكيد مع تيري هنري طبعا الأسطورة الفرنسية مع الأرسنال، لكن محمد صلاح ما زال يسطر التاريخ الحقيقة. محمد صلاح كل أسبوع بيضيف زي ما بقول لحضراتكم إنجاز على المستوى الشخصي على مستوى نادي ليفربول. يمكن زي ما بقول لحضراتكم أصبح يعني مع الأسبوع ده أكتر لاعب أفريقي في تاريخ البريمير ليج بيصنع أهداف أسيستات أكتر من رائعة، وصل ل 63 أسيست وتفوق على دروجبا وعلى رياض محرز وزي ما قلنا لحضراتكم الفترة اللي فاتت. ويعني إنجازات محمد صلاح لا تتوقف، رغم زي ما بقول لك كانت بداية مهمة جدا لمحمد صلاح في البريمير ليج. كل الناس كانت عايزة تشوف ليفربول بدايته إزاي هتبقى في البريمير ليج السنة دي بعد الإخفاق والموسم السيء في الموسم الماضي، لكن محمد صلاح الحقيقة بيبهرنا كلنا وبيبهر كمان يورجن كلوب. حضراتكم اللي شاف المباراة الهدف اللي أحرزه محمد صلاح الهدف الثالث الحقيقة كان نال إعجاب يورجن كلوب بشكل كبير، وجات الكاميرا عليه وهو فخور بهذا اللاعب. ودايما الحقيقة يورجن كلوب بيمثل قيمة كبيرة جدا جدا لمحمد صلاح، ومحمد صلاح بيثبت ان هو يعني من اهم لاعبي البريمير ليج على مستوى البريمير ليج ولكن على كمان مستوى العالم كله.